شخص يفعل المعاصي لكنه يتوب ثم يعود اليها مرة اخرى ويقرأ القرآن ويفعل الخير لكنه يصر على العودة الى تلك المعاصي، هل هذه المعاصي تبطل اعمال الخير التي يعملها؟ ما يبطل اعمال الخير الا الشرك، الذي يبطل الاعمال هو الشرك، ما المعاصي التي دون الشرك فانها لا تبطل الاعمال، ولكن ياثم عليها صاحبها فعليه التوبة الى الله، واذا تاب يكون عنده عزيمة وقوة ولا يعود الى المعصية مرة ثانية، لا يضعف امام الشيطان وامام نفسه فيعود الى المعصية، بل يعزم ويصمم ألا يعود إلى المعصية ويستعين بالله عز وجل ويعينه الله. لكن لو قدر أنه عاد إلى المعصية لا يترك التوبة، يتوب إلى الله مرة ثانية وثالثة، كل ما أذنب فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ولا يقنط من رحمة الله ويقول لا يغفر لي والتوبة ما تنفع، لا، هذا من الشيطان. نعم.